فترة بلش الحكي عن مسلسلات رمضان 2020، ونحن من وقت للتاني كنا عم نحكي لكم عن شوية تفاصيل عن هاي المسلسلات، ومنهم مسلسل هيبة بجزءه الرابع اللي مثل ما صار معروف انه ديما قندلفت رح تشارك تيم حسن ببطولة هذا الجزء. وترندينج بخبركم حصريا انه لأول مرة رح يتم تصوير بعض أجزاء المسلسل بسوريا، وتصوير الأجزاء المحددة في سوريا هياخد مدة أسبوع تقريبا، وده هيكون خلال أول أسبوع من السنة الجديدة، وده أكيد مفاجأة حلوة للناس كلها، غير انه كمان ثنائيه البطوله هتكون سورية السنه دي، من بعد ما تعودنا اكيد نشوف نجمات لبنانيات مع تايم في اجزاء الهيبه اللي فاتوا.